التواصل يستمر مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، واللقاء يتجدد بحضراتكم مع هذه الانطلاقات المتواصلة والتحديات المستمرة. ينطلق شوطنا الرابع ويحمل في طيات القعدان المشتركات الفطامين من مسافة الكيلو والنصف مباشرة إلى مقدمة الشوط للمركز الأول. من يفتتح النداء شاهين، سالم بن سليم السبيلي، علي نيبي يتقدم مع شاهين على مقدمة هذا الشوط، بينما المركز الثاني الوصول والقدوم مع هملول، حمد بن سالم بالضبون العامري يتقدم على المركز الثاني، بن سالمين يتقدم على المركز الثالث ليقدم لنا شاهين، منصور بن سعيد آل سالمين، المنصور يتابع الأسماء الأخرى، السعارات الأخرى الحاضرة بالانطلاق والحاضرة بالابداع، ولكن بعود الى بسميلي، بعود الى بسميلي، يتقدم بشاهين، يتقدم بشاهين، وين يا شاهين؟ راعي الانجازات، راعي الحضور، راعي التواقيت، ياتي بهذا الانطلاق. الله الله، وش هذا الحضور يا بسميلي؟ وش هذا الابداع يا بسميلي؟ تهانينا وناموس، تهانينا وناموس من هذه اللحظات، من هذه اللحظات الى مالك هذا الشعار والى داعم هذا الشعار الذي دائما ياتي بالنوعيات، ياتي بالدرر. تهانينا يا بسميلي، تهانينا يا بسميلي، يغرد الحال، يغرد الحال. هذا هو شاهين ينتصر بدون اي منافس، بدون اي منافس. اشكرك يا بسميلي على هذا الحضور، على هذا الانتصار. هذا هو شاهين يقترب من خط النهاية بدون اي منافس، بدون اي منافس. سلام سلام يا راعي التواقيت، يا راعي الانجازات، دائما يكرر الانجاز. بينما المركز الثاني مع بن سالمين، والمركز الثالث وصل هملول، حمد بن سالم الضبون العامري، دقيقتين ستة من الثواني التوقيت الذي حققه شاهين. سالم بسيم سبيلي، الي نبي، تهانينا والناموس.